حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، أحببت أن أتوقف مع هذه الآية الكريمة. الحقيقة هناك كلمة وردت مرة واحدة في القرآن، الرزاق. كلمة الرزاق وردت مرة واحدة في القرآن. طبعا الرزاق هو الله عز وجل، ونحن بحاجة للرزاق سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصحة والعافية، يرزقنا الغنى، يرزقنا الحلم، يرزقنا الصبر، يرزقنا القدرة على اتخاذ القرار الصحيح، يرزقنا السعادة. نحن بحاجة للرزاق عز وجل، ولكن أين وردت هذه الكلمة؟ ما هو سياق هذه الآية؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وردت مع القوة، كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لك إذا أردت القوة فاطلب من الرزاق سبحانه وتعالى. ولكن هذه الآية مربوطة مع آيتين قبلها، يعني حتى نفهم هذه الآية يجب أن نقرأ ما قبلها. الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن الهدف من خلقك أيها الإنسان أن تعبد الله، ليس لأن الله بحاجتك، ولكن لأنك أنت بحاجة للرزاق، بحاجة للقوة، بحاجة للسعادة، بحاجة للطمأنينة، وبالتالي أنت بحاجة لخالق الكون عز وجل، فيجب أن تعبده وتشكره وتسجد له تذللا وخضوعا واعترافا بفضله ونعمه عليك. عند ذلك سوف يرزقك الله ويرضى عنك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كأن الله يريد أن يقول لك أيها الإنسان إذا أردت الرزق فأكثر من العبادة. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. الله عز وجل يطمئنك أيها الإنسان، يقول لك ليس المطلوب منك أن تعمل من أجل الرزق، وليس المطلوب منك أن تنهك نفسك من أجل الدنيا، وليس المطلوب منك أن تحمل الهموم والمخاوف. يعني إنسان ليس لديه منزل، بيته بالآجار مثلا، لديه هاجس دائم، خوف من المستقبل. لماذا؟ الله الذي خلقك وكان يرزقك وأنت في بطن أمك، جنين صغير كان يرزقك، ولم ينسك يوما من الأيام. أينساك الآن وأنت تقول لا إله إلا الله؟ ولكن هناك اختبارات كلنا نخضع لها ليختبر هذا الخالق عز وجل قوة إيماننا. فالله يريد منك أن تعبده بصدق وأن تصبر وتتحمل على هذه الدنيا ومشاكلها، حتى يعلم الله الصادقين منكم. لذلك أخي الحبيب، هذه الآيات الثلاثة هي معادلة رياضية. إذا أردت الرزق عليك بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كأن الله يريد أن يقول لك إذا أردت الرزق والقوة فاعبد الله ليرزقك ويطعمك، هو الذي يطعمك وهو الذي يرزقك وهو الذي يمنحك القوة، القوة في مواجهة مخاوف الشيطان. الشيطان هو الذي يخوفنا أيها الأحبة. عندما يبتعد الشيطان عن أحدنا يشعر بقوة غريبة جدا في داخله،
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إذن أخي الحبيب، الرزق سهل، قد يضيق، ولكن بمعرفة الله وبقدر الله وبإرادة الله، مخطط، هو مخطط لك أن يضيق رزقك في مرحلة ما من مراحل حياتك، ليختبر الله سبحانه وتعالى قوة إيمانك، ليختبر صدقك معه. هل تنحرف؟ هل تأكل الربا؟ هل تأكل الحرام؟ هل تشكو الله لعباد الله؟ أم ماذا تفعل؟ إذا صبرت فاعلم أن الجنة لا يدخلها إلا الصابرون، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من أصحاب الجنة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.